لما اجي اعمل الاحتراق الحقيقي هقول له كده اسيوم اكشوال كومباشن اوف 100 كيلو جرام من الفيول ده. في الاكشوال كومباشن هو قال ان في كميه جديده اسمها السي او، فبالتالي بقول ان اللي داخل هم الفيول اللي هم 87 على 12 من السي زائد 13 على 2 من الاتش 2 زائد كميه اسمها اكس، المره دي اكس بس مش اكس ستايكومتريك لان بحرق احتراق حقيقي، من الاو 2 بلس 3.76 من الان 2. نواتج الاحتراق اللي هتطلع، هتطلع لي كميه اسمها A داش من ال CO2 بلس B داش من ال H2O بلس Z من ال CO بلس 3.76 XN2. هتقول طب ما انا عندي كميه اسمها Z، طب ما هو مدهاني. لا، هو مش مديك ال Z، هو في الحقيقه مديك البرسنتج بتاع ال Z من كل نواتج الاحتراق من غير الميه، لان هو قال ان ده دراي اكزوست. دراي يعني معناه ان مفيش ميه اتحسبت معايا في الخروج، فهو مديني البرسنتج بتاعه السي او ديت قد ايه بالنسبه لكل الخروج اللي هم الاي داش والبي داش بلس 3.76 من الاكس، يبقى مش مديني الزد كرقم انما مداني كبرسنتج من كل الخروج. فالمره دي لما اجي اعمل بالانس، هعمل بالانس المره دي بنفس الطريقه، هقول كده اهوت هعمل بالانس على السي، يبقى اللي داخل من السي 87 على 12، ما عنديش اي كربون تاني داخل في الرياكتنت. لما اجي بقى في الخروج المره دي بقى عندي مرتين سي، مره في السي او 2 ومره في السي او، يبقى الكميه بتاعتي واحد اي داش وواحد زد، يبقى 87 على 12 بتساوي اي داش بلس زد. دي ايكويشن، ولا عارف اي داش بكام ولا عارف زد بكام. لو جيت اعمل بالانس على الاتش، هقول كده اهوت ان اللي داخل من الاتش 13 على 2 في 2، ده اللي داخل، ما عنديش اتش تاني في الدخول. لو بصيت كده في الخارج ما عنديش اتش غير اللي هما 2 بي داش، فيطلع لي ببساطه ان البي داش بتساوي 13 على 2. لو جيت اعمل بالانس على الاو، هقول ان اللي داخل 2 اكس، ده اللي داخل عندي من الاو، ما عنديش او تاني داخل في الموضوع. انما اللي خارج بقى من الاو بقى عندي 3 حتت، جزء منهم في السي او 2 وجزء منهم في الاتش 2 او وجزء منهم في السي او، فيطلع لي ان اللي خارج من الاو 2 اي داش بلس بي داش بلس زد، فيطلع لي ان الاكس لوحدها هتبقى بتساوي الاي داش بلس بي داش على الاثنين بلس زد على الاثنين. فدي الايكويشن رقم 2. بقى عندي 2 ايكويشنز، ال 2 ايكويشنز دول فيهم 3 انونز اللي هم الاي داش والزد والاكس، بالتالي محتاج ايكويشن اخيره هي ديت اللي لما احطها مع ال 2 ايكويشنز التانيين اقدر احسب الثلاثه انونز اللي عندي. الايكويشن الاخيره هيداني فين؟ دهاني في البرسنتج بتاعت السي او، مش هو قال ان البرسنتج بتاعت السي او بتساوي 4.6%؟ يعني 4.6% دي بتساوي ايه؟ دي بتساوي الكميه اللي اسمها زد زي ما قلت على كل النواتج بتاعه الاحتراق من غير الميه، من غير الاتش 2 او، من غير الووتر فيبر. يبقى بالتالي ال 4.6% بتساوي الزد على اي داش بلس زد بلس 3.76 من الاكس. دي الايكويشن رقم 3. لو حليت 3 ايكويشنز مع بعض، طبعا تقدر توضب الايكويشن الاخيره ديت لانها شكلها غريب شويه، تقدر توضبها شويه تطلع ايكويشن رقم 3 زي ما محطوطه عندي هنا اهوت. لو حليت ال 3 ايكويشنز دول تقدر تطلع منهم الاكس، فهتطلع عندي الاكس ب 9.51%، الاي داش هتطلع ب 5.27%، الزد هتطلع ب 1.98%. المره دي بقى هحسب الاير تو فيول ريشيو الاكشوال بكام، اللي كانت في الحقيقه او في الاحتراق الحقيقي بكام. فبقول كده ان الاير تو فيول ريشيو هي الاكس في 32 بلس 3.76 في 28، بس المره دي الاكس ب 9.51% على الماس بتاعت الفيول اللي هي ب 100 كيلو جرام، فيطلع لي ان الاير تو فيول ريشيو الاكشوال ب 13.55 من 10000. فبقول كده ان الالفا هي الاير تو فيول ريشيو الاكشوال زي ما قلت على الاير تو فيول ريشيو للسايكومتريك، يعني بقارن الاير تو فيول ريشيو الحقيقيه بالاير تو فيول ريشيو للسايكومتريك او اللي تعمل لي كومبليت كومباشن. فبقول كده اهوت على حسب الارقام بتاعت المساله، الاير تو فيول ريشيو الاكشوال ب 13.55 من 10000 على الاير تو فيول ريشيو الاستايكومتريك اللي هي 14.414 من 1000، فيطلع لي كده اهوت ان الالفا ب 0.906، يعني اقل من الواحد. ده يوصلني ان انا زي ما قلت ان الالفا ممكن تطلع اقل من الواحد، يبقى انا ده عندي ريتش كومباشن، الالفا تطلع بواحد ده كومبليت كومباشن، الالفا تطلع اكبر من الواحد ده لين كومباشن. وده تشيك ليك وانت بتحل في المساله، انك تبقى عارف ان لو انا عندي في نواتج الاحتراق سي او لازم هتطلع لي الالفا في الاخر وانا بحسب لازم هتطلع اقل من الواحد. لو انا عندي في نواتج الاحتراق قال ان في الدراي اكزوست عندي او 2، ده معناه ان انا بحرق لين وبالتالي لازم الالفا تطلع اكبر من الواحد. لغايه ما احنا خلصنا السكشن الاولاني،
هنكمل بقى في السكشن اللي جاي ان شاء الله بقية الشيت، وهنقول ان في مسألة اللي هي رقم 6 هتبقى assignment علينا.